شو مانك ناوي ترد يعني؟ والله مو عارفان شو بدي اقول، قد ما عم فكر ما عم يطلع معي شيء، مو ظابطه معي مو ظابطه. اصحك ترد؟ لا تخاف ما حرد، بس رح حطه صامت لانه الصوت زعجني ووترني. حطيته صامت؟ فصلت بوشها؟ لا معقوله فصل بوشي؟ فصلت بوشها؟ بالغلط وحياتك. بوش توبة بتفصل؟ ولك يا غبي شلون بتفصل بوشها لتوبة؟ قال لي وحياتك مو قصدي. مستوعب شو عملت هلا؟ ولك انت خربت لي بيتي. يا الله يا الله دخيلك شو هالبلوه. ايمن طلع 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 من وشي احسن ما ابتلى فيك هلا. العمى لا وبيقول لي بدون قصدي يخرب بيته شو حمار. شو الموضوع؟ حياتي أسئلتك هي اللي بتسأليها وانتي بتعرفي الجواب، عم تخنقني منك. مين هي كمان؟ دجلة مساعدة لميس خانم الجديدة، وأيمن بيكون مساعده لجلال بيك. تمام؟ سلام. سلام. ما تتأثري بالحديث اللي صار من شوي، هذا روتين المكان المعتاد. ايه عادي. بصراحة جلال بيك ما كان عم يصرخ علي، كان عم يصرخ على المنتج اللي سحب الدور من توبة خانو، يعني أنا مجرد تفشيشة. الشاي للحبايب. يسلم إيديك. الشراهب صحة. تفضلي نورتينا. يسلم إيديك شكرا كتير. شو بكر لحقت تتعرف عليها وتجيب لها شاي؟ شو يعني هالحكي؟ ليكي أنا هون من زمان، ما يغرك بهرجة هالمكان ولا تنجرفي معه، هي دنيا الأحلام، دنيا الكذب، دنيا الاستعراض. ليكن قدامك اسأليهم كم مرة قالوا لي يا بكر أنت عندك شكل ممثل، تعال نعطيك دور وشرف أعمالنا. ما قبلت. ليش؟ لأنه إذا الواحد انجرف ورا الشهرة مرة ما بقى ينفد أبدا. بكر لك شو صار بقهوتي؟ بعدين برجع بكمل لك. مهضوم. انتي مساعدة سراج بيك مو هيك؟ ايه صح. ما التقيت فيه، شو وضعه؟ ذكي وشغيل، برأيي انسان كامل مكمل. بنظره هو الرجل المثالي. هلا حكيك هاد شو بفهم منه؟ لأول شي تولين 59. افتح افتح. عمل تحديث. شو يلي عم تشوفه؟ عم نشوف الريتينج. عالساعة 10 بيطلعوا علامات كل المسلسلات يلي تصويتهم مو منيح بيبكوا والمناح بيرقصوا. يا ربي دخلك ما يكون الريتينج تبعنا واطي. شو طلع؟ لا لسه. يلا بالمجموع المركز الاول. انا قلت لكم مبروك. بما انه خلصنا من هذا الهم صار فيني اعمل لك جوله بالشركه. امي اكيد هي المزوقه ما عرضت عليك مو؟ لانه انا فاضي ما عندي لا شغله ولا عمله. ما هيك معناتها ما شفتي التراس؟ لا يلي شفتهم المكتب هون والريسبشن ومكتب لميس خانم. يلا ليتس جو. هذا مكتب المحامي، ما بيكون هون بهذا الوقت، بس لما يكون في مصيبة بيجي لعنا. لما بقول مصيبة دقي على الخشب. قولي كش برا وبعيد. وهذا قسم المحاسبة، بتحسيهم بعالم تاني بس هنن مناح. تمام. يعطيكم العافية. الله يعافيك. هذا طلق مرته مشان صبية. هذا يا ستي مرته عرفت بالسيرة ومرته تركته فورا للمعتر، بس ما سمعتي شيء. تمام. يلا. يلا يلا تعي. تعي 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 تعي. انتبهي. ليكي هاي المساحة مشتركة، بالعادة لما يصير إيفنتات للوكالة هون منعملهم. ها طلعي. هلأ صاحب الوكالة بالأساس هو نادر بيك، بيملك 60%، يعني إذا هو قرر إنه يبيع منتبهدل كلياتنا. يلا تعي. وهذا التراس شو رأيك؟ حلو كتير. ايه تعي 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 معي، عنا شغل كتير لسه. هلا حنفوت لقلب الوكالة، تعي. تفضلي. بالعادة كل السيناريوهات والنسخ عنهم هون بينحفظوا،
أساس شغلنا هون السيناريو. إذا ما في سيناريو ما في ممثلين ولا في تمثيل ولا في مدير أعمال ولا في مساعدين. تعرفي وأنا عم قول هاد الحكي غرغرة الدمع بعيني. شي مثل يوم لأيامي. هذا الرف ليش ما كتير عليه سيناريوهات؟ هذا بقى قسم فريدة خانو. هي أكبر ست بكل الوكالة، مستلمة الممثلين اللي بقيوا من الزمن الجميل. المساكين ما عاد طلع لهم أدوار كتير طبعاً مع الأسف. إيه بس والله بيزعلوا. بهالمجال ما في شفقة. هذا قسم لميس خانو. قريت كل هدول معقول؟ وكلمة كلمة كمان. بتقرا السيناريو تبع المحترف ابو ال 500 صفحة، وتبع الطلاب ابو الميزانية الطلابية الرخيصة، وتبع المشاهير، بتقراهم كلهم، بتحسيها مصروعة شوي. ايوه. هذا شو عم يعمل هون؟ كان جاي لجلال بيك. مو معقولة بتحب تسرق السيناريوهات، بتقرا السيناريوهات اللي بيجوا لمدراء أعمال غيرها، بتقراهم وبتتحش ممثلينا فيهم. عن جد عم تحكي؟ لكن ليش عم اقول لك ما في شفقة هون؟ يلا تعي. طلعي. يلا. طولي شو صار مع دجلة؟ تعودت على الشغل؟ بصراحة مو متفائلة فيها، شكلها كسولة كتير. لا وبدها تشتغل مع لميس خان ومتخيل. أنا برأيي شهر زمان وبتتقلع. بس والله البنت كانت بالمكان والتوقيت الصح كتير. باللحظة يلي استقالت فيها سهام ومشيت كانت دجلة واقفة هون وناطرة. معناها هداك اليوم لما حكت مع سراج بيك ما رضي يشغلها. ليش دجلة امتى شافته؟ شو نسيتي تولي؟ هداك اليوم وقت دقيت لك وقلت لك انه في وحده بدها تشوفه من غير موعد دجلة ارتم. قصدك تقولي انه هي نفسها هدي؟ ايه. غريبة ليش قالت انه ما بتعرفه لسراج بيك من قبل؟ ليش هاي المخلوقة عم بتكذب؟ ايه وهي غرفة الازياء. شو اخبارك سما؟ منيحة. التياب تبع تجارب الأداء هون منتركهم بالعادة. أحياناً الممولين بينسوا القطع اللي بيبعتوها، لهيك منستنى 3 شهور وبعدين منوزعهم بين بعضنا. أنا وتولين وسما. بس بهالفترة ما عنا شي. أيمن توبة مو أساس كانت بفيلم بوند؟ شو اللي صار بالقصة؟ ليش قدي عمره؟ 37. بس ما تقولي لحدا أوعك. توبا جاي لهم. توبا جاي لهم. ولي جلال بيك. جلال بيك. جلال بيك. توبا. توبا ليك جاي لهون. شو وينه؟ شفتها من الشباك لسه ما فاتت. لا نحن كنا طالبين 4 لدعوة الجالا. ايه تمام بس نحن ما وصلنا غير 2. لو سمحتي اذا بتشوفي لي بكون ممنونتك. بتشكرك. شكرا. سهيلة خير في شيء؟ قلي. لا ابدا. ايه ايه انا طالع على الغدا. تمام. بدك نطلع مع بعض؟ ممكن. طيب معناها رح خبر بكر اني طالع وبيجي فورا. تمام تمام. معناها انا طالع وانت لحقيني. تمام. توبا خانو مرحبا. أهلين كيفك؟ توبا شو هالمفاجأة الحلوة؟ أنا لسه عندي مدير أعمال بهاي الوكالة. شو هالحكي؟ طبعا عندي. لكان وينه؟ ليه ما عم يرد على موبايله؟ بالله صار في مصيبة باللوكيشن تبع علي، راح لهنيك ليحل الوضع. توبا الأزرق حياكل شقفة منك، البسيه على طول. عفوا لا تواخذيني، مضطرد على هذا التليفون، في شي ضروري. دجلة بعتلك السيناريو على إيميلك، طبعي لي نسختين منه وجهزي لي إياهن. أنا ساعة وبجي، حاولي تستغلي الوقت وتتغدى. ماشي. لا تبعدي. آه صحيح، بارش أفاس ممثل عنا هون؟ أنتي ما حفظتي قائمة الممثلين لهلأ؟ طبعا ممثل وأنا عم درله أعماله وهو من أهم اكتشافاتي. غرفة النسخ من هون. سلام.
متخبية من حدا اليوم؟ لا، الماكينة ما كانت شغالة. فرجيني. برأيي شغالة وعلى العال. تمام. لا تأخذني على مبارح بارش بيك، يعني لأني ما عرفتك، بس أنا ما بحضر مسلسلات كتير سامحني، بس من اليوم ورايح رح أحضر. يعني قالوا لك مين أنا؟ معناتها خسرتك كمان. ما فهمت عليك ولا شيء. لميس مو بمكتبة، وينها؟ هلأ طلعت من شوي، اتصل خبرة أنه بدك ياها. لا ما في لزوم، بدبر حالي. تمام. لميس، اجيت على الوكالة على أساس في بيت بدنا نشوفه. ايه مشي الحال، أنا رحت شفته وأخدته. أخدتي؟ ايه؟ من غير ما أشوفه؟ بارش ممكن توثق فيني شوي لو سمحت؟ هلأ البيت مانو كتير كبير، بس حديقته ومسبحه بيطيروا العقل، والديكور كتير معقول، يعني ستايله سويدي. صحي بالمناسبة أنا طالعة أتغدى، شو رأيك تجي تتغدى معي؟ ماني جوعان. إمتى رح انتقل عليه لميس؟ بتكوني مرتبة القصة. إمتى ما بدك البيت جاهز؟ المفتاح عند السيكوريتي. أو استنى لأرجع على الوكالة بعطيك النسخة اللي معي. لا خلص، داخلي هون. أنت بعتيلي عنوانه بس. ماشي، رح بعتلك اللوكيشن. تمام. شكرا لك. ولا يهمك. عفوا، انت بتشتغلي هون بالوكاله مو هيك؟ لا، انا اليوم بلشت بالشغل. ايه موفقه. انا كمان عم بتمنى بلش. برايي مو انت لازم تزعلي، هو الخسران. ما فهمت عليكي. حضرتك مره حلوه كتير وبتطير العقل، ممثله رائعه، بتمثلي احلى من الدنيا كلها. ما فهمت شو المشكله بعمر حضرتك. شو يعني؟ ممكن توضحي؟ انا ضدي انضغط على الممثلات بسبب اعمارهم، واذا كبروا شوي ليش ما بيتعاملوا هيك مع الممثلين الشباب؟ في تمييز كتير. ايه يمكن. كل الممثلات عم ينجبروا يخضعوا لعمليات تجميل، وبس كرمال انه يقدروا يحصلوا على الدور بيقتلوا الملامح الحلوة والبريئة يلي عندهم. يلاقوا واحدة ملعوب بملامحها ويجيبوها. شلون شايفك كبيرة ماني فهمانة؟ اصلا الستات بأفلام بون دائما بيموتوا. ان شاء الله انا كمان لما اكون بعمر حضرتك اكون مثلك. شكرا كثير لك، فرصة سعيدة. انت حلوة كثير، لا تزعلي. مو حضرتك طوبة؟ لا انا امه. يي شو بهم؟ ما بعرف، يعني السكرتارية شغلة جديدة علي، اضطريت اشتغلها لحتى طلع مصروفي، لانه بابا متقاعد واختي عم تدرس. بس انا بالاساس خريجة تمثيل، وهلأ عم حضر لمسرحية جديدة. يعني إذا بتحب تحضر بتفرحني كتير، بعطيك بطاقة دعوة. في وحدة بشنتايتي أصلا. بس سوان تفضل. عرضنا مزيج بين الكلاسيكي والمودر. مودر حلو حلو. يعني دوري بهالمسرحية مو كتير كبير، بس المخرج وعدني إنه بالمسرحية الجاية دوري رح يكون مهم. يعني إذا ما بتحب تجي مانك مجبور، براحتك. لا طبعاً أكيد رح أجي، من الطبيعي إني أجي على أكيد. شو هالحكي هاد؟ بس مخي ملخبط كتير اليوم بصراحة، هاي المسألة مدمرتني. يعني شو هالمسألة بقى اللي دمرتك؟ توبة، من وين طلعتي أنت؟ كيف؟ منيحة، بس ليش حضرتك ما عم ترد على الموبايل؟ هلأ كنت عم أقول لسهيلة أنه لازم رد على تليفونات توبة ولازم أحكي معها، بس هاليوم كان صعب كتير، صدقيني ما عم لحق شغل. اللي شو وضع العقود؟ ما في أخبار من الجماعة؟ مشان العقود ما؟ حكيت مع وكلاءهم هون بتركيا وعم يقولوا. لو سمحت تقول الحقيقة. أنا إمتى كذبت عليكي؟ جلال، صار في مشكلة بالعقود، لأنه قرروا إنه الشخصية ما رح تكون ست، رح تكون رجال. عن جد؟
يعني السيناريست هو يلي غير رأيه بآخر لحظة. تماماً، مثل ما بتعرفي صارت موضة أنه السيناريست يضل يغير. يعني بفهم أنه الغلط مو فيني. لا نهائياً، المنتج طاير عقله فيكي. توبة ما تضايقي حالك، ليكي بوعدك أنه رح دبر لك أفلام أحلى بكتير لو مو بأمريكا ويمكن يكونوا بأوروبا، بس رح دبر لك فيلم عالمي. بتعرف قديش حلمت بهالفيلم مو هيك؟ بعرف طبعاً، أنا اللي بعرف. بس ليكي عم قلك ياها من كل قلبي، هالدور ما كان مناسب إليك أبداً. السيناريو كمان مشكلة، هذا كان رح يطلع أسوأ نسخة لبوند صح؟ طردوني. شو؟ أنا ما بقى بدي إياك تكون مدير أعمالي، أنت واحد جبان وكذاب كمان. أنا دريت إني خسرت الدور بسبب عمري جلال، وأنت ما حركت ساكن ولا دافعت عني. توبة لا تلحقني إذا بتريد. توبة والله عملت كل يلي بيطلع بإيدي، اتصلت فيهم أكثر من مرة وحاكيتهم وحاولت أقنعهم وعملت كل جهدي، بس انتهينا. لك انت شو عم تعملي هون؟ جاي تطلبي شغل كمان؟ دجلة انا حكيت لك اياها بكل وضوح، شغل هون ما حتقدري تلاقي وما حاعمل لك واسطه. ما بدي منك واسطه بنوب، انا بدبر حالي. لميس خانم شغلتني عندها مساعده. شو؟ لا تخاف، ما رح اقول شيء لحدا، ما رح يعرفوا اني بنتك، رح نتعامل كانه ما بنعرف بعضنا. انا بنادي لك سراج بك وانت دجله خانم، او دجله عاملني مثل ما بتعامل باقي الموظفين. شو عم تقولي؟ انا كنت بحاجه للشغل ولميس خانم شغلتني، انت ما وثقت فيني بس هي وثقت. شو يعني بدك تجننيني انت دجله؟ ليك وجودنا سوا بمكان واحد والله مو ظابطه. لهيك اسمعي شو رح نعمل، انا رح ادبر لك شغل، في فيلم رح يبلشوا تصويره الاسبوع الجاي والمخرج رفيقي بحكي لك معه. انا ما عاد بدي منك اي مساعده، لقيت شغلي بامكانياتي. ليك ما رح اتركه ورح ضلني عم اشتغل هون، بعدين ما في داعي تتصل بماما وتشكيني، انا بخبره وقت يصير الوقت مناسب. تعي لهون، وين رايحه؟ فوتي لشوف. كل هاي الخطط انت وليلى عملتيهم؟ ما في لا خطط ولا غيره، كنت عم دور على شغل. بدكم تنتقموا مني وتدمروا لي حياتي؟ لا ابدا، انا ما بستاهل هالحكي. ما بعرف ليلى شو حكت لك عني، بس انا ما هربت من مسؤولياتي تجاهك ابدا. بس لما ماما كانت حامل فيني قلت لها انه ما بدك ياني. بوقتها ما كنت جاهز كون اب، ولو استقريت مع امك بانطاليا ما كنت رح كون هون اليوم، كنت رح كون هنيك بشي قناة تلفزيونية أو إذاعة محلية تافهة، وأنا ما بدي هاي الحياة يا بنتي، هذا حقي. منيح كتير، أنت حققت حلمك وأنا كمان رح حقق حلمي الخاص فيني، ورح أعمل كل شي علي وزيادة لكون ناجحة بهذا المجال. بس خليكي بعيدة عن حياتي، مالك مكان هون. بتأشري على كل صفحة واحدة واحدة وصحك تنسي صفحة منه. عم تسألني شلون بدها تنسخ السيناريوهات؟ لك أنه ما لقيتي غيري تسألي، روحي شوفي شي مساعدة مثلك تسأليها. خلي عني يا شوفي. سألوني إذا من أجل اجتماع حضرتك لبكرة، قلي شو نعمل؟ ما بعرف، انت شوفي الجدول عندك. تمام. دجلة دجلة، شوفي ليش كنتوا عم تتخانقوا انت وسراج؟ ما كنا عم نتخانق، سألته عن السيناريوهات وبس. شايفتيني جدبة؟ سمعته عم بيقلك مالك مكان هون. بتكوني سمعتي غلط. ليكي لا تجدبي علي، عم قلك سمعتكم. عصب لأنه دخلت على مكتبه مشان هيك تفصيل بسيط. تمام، ولما قال مالك مكان هون كان قصده بمكتبه مو بالوكالة. ماني مصدقتك، صبح قلتي لي ما بتعرفي لسراج بيك، وطلعتوا هداك اليوم ملتقيين وسهيلة شاهدة. يلا انكري انكري لشوف، يلا كذبي وانكري. لك تمام، في حدا معرفة كان قايل لي احكي معه مشان شغل. معرفة مو؟ انتي عم تكذبي. اللي شهر بحاله عم دور على شغل وعم روح على جرد المستودعات لطالع مصروفي. برأيك لو كان في معرفة شخصية بيني وبين سراج بيك بكون مضطرة لهالعذاب؟ نعم لميس خانم. تمام جاية فورا.
سكري الباب. طلبتني سختين مو هيك؟ رح أطلب منك شي، بس بده يضل بيناتنا. قعدي لشوف. شوفي، سراج عم يقول إنه قدر يجيب له لبارفو أردان أجر منيح. لازم أعرف شو الرقم اللي وقع عليه. طيب روحي اسألي. سألته بس هو ما جاوبني. إذا ما جاوب حضرتك ما رح يقول لغيرك. مو شرط نسأله. كيف؟ ما بعرف شو الطريقة. بتفوتي على مكتبه، بتبحب شي بعقوده، ما بعرف. ما تسأليني، بس بدك تعرفي لي شو هو الرقم بأي طريقة. تولين، آسفة رفعت صوتي عليك من شوي بلا سبب. حقيقة ما في شي سري أو مخفي بخصوص سراج بيك. في حدا من معارفي قال لي روحي على وكالة إيجو وسلمي لي على سراج بيك، وأنا فعلا وصلت له السلام وسألته إذا في شغل وهو رفضني لأنه عنده مساعدة. إيه يعني؟ وروحتي على مكتبه وسؤالي عن الشغل كان غباء مني مو أكتر. هذا كل الموضوع. طيب تمام. طيب تصالحنا؟ ما بتفرق. ممكن أطلب منك مساعدة صغيرة؟ مثل شو؟ أنا لحد هلأ ما شفت عقد للممثلين، ولميس خانم بتضل تقول أشياء غريبة وأنا بجمد بمكاني. يا ترى إذا في نسخة من آخر عقود سراج بيك شو ما كان فيني شوفه؟ ما بيصير. شو هالحكي؟ سراج بيك بيخبي عقوده مثل السر، مستحيل. مو شرط يدرى. دجلة، أنا ما بكشف أسرار المدير تبعي. لا تعرضي علي هيك شي مرة تانية، بزعجك. هي حذرتك. أعوذ بالله، شو هالحكي؟ تمام. عن شرط يدرى. سراج بيك، تركوا هالظرف لحضرتك. معقول أعملها؟ هي آخرتي؟ مين اللي عملها؟ مين هاد؟ آه؟ مين هاد اللي خبر توبة أنه رفضت بسبب عمرها؟ مين هاد عديم الشرف اللي راح وحكى لها كل شيء؟ يطلع يواجهني؟ لك مين؟ آه؟ مين؟ والله ما بشيك مصرون. علمي شوفي، حدا من الوكالة، حدا فساد خبر توبة قبلي أنه رفضت بسبب عمرها. خجلوا بقى، نحن بنفس الوكالة وعم نتواطى لدرجة انه بلشنا نخطف ممثلين من بعض. ايه عيب هذا الحكي. لا عيني مو عيب، بس عيب على اللي راح وخبره لممثلتي وهلأ مو مسترجي يطلع يواجهني. مين هو؟ انا كنت عم حاول انه اشرح للوضع لتوبة من دون ما اجرحها، بس عديم الشرف اللي حكاله طلعني كذاب قدامها. مين هو؟ مين؟ مو شرط من عنا، ممكن يكون من وكالة منافسة. حاجة بقى الوكالة المنافسة، شو بدي اعرفها انه رفضت بسبب عمرها؟ في فساد بيناتنا. ليكون في سوء تفاهم، حكيت معها انت؟ اي نعم، وطردتني. توبة اللي صار لي 7 سنين عم كبرها لتصير من اشهر النجوم، اليوم طردتني. بس مو مشكلة، رح اعرفه وقتها بعرف كيف حاسبه. بدي اخرب بيته، بدي اخرب بيته، بدي اخرب بيته. والله الحق معه. توبة كانت اهم ممثلة عنده، والله خسارته مو سهلة. يعني ما بعرف مين ممكن يكون عمل معه هالعملة الوقحة. ما علينا، شوفك.